أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا نبينا الغالي سامي الذيب، وحلقتنا راح تكون اليوم أوجه الشبه بين محمد وهتلر. بالبداية خلونا نرحب بنبينا الغالي. نبينا أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم جميع المستمعين، وبشرب على صحتك وعلى صحة الجميع. على صحتك نبينا، على صحتك. تفضل على صحتك. هذا نبيذ أبيض من المنطقة اللي أنا ساكن فيها. أهو إيه، واو، نبيذ أبيض على صحتك. صحة وهنا نبينا، صحة وهنا تعيش تعيش. تفضل. نبينا. اليوم مثل ما بنعرف وعلى طلب أصدقائنا، المقارنة بين هتلر ومحمد. المحاضرة معك وكالعادة أبهرنا بالكنز العظيم اللي عندك، تفضل. تسلم. العنوان هو مثير، مقارنة محمد بهتلر أو مقارنة هتلر بمحمد. لكن قبل ما تحكموا يجب أن تستمعوا إلى الحلقة. العرب عامة والجميع وكثير من الناس أيضا يحكمون حتى قبل الاستماع، فيجب أن تستمع ثم تحكم وتشغل عقلك. وأنا أعتبره بمثابة صدمة كهربائية، ضرورة. صدمة كهربائية هو بعض الأمراض لا تشفى إلا بالصدمة الكهربائية، حتى تشغل تعيد تشغيل المخ. حتى اشتريت بايسكل كهربائي، يعني بطارية كهربائية. اللي باعني البطارية قال لي إنه لازم هاي البطارية يعني تستعمل البايسكل كل يومين أو ثلاثة. إذا خليت البايسكل بلا عمل لمدة طويلة البطارية تبطل تشتغل. قلت له شو العمل؟ وهذا بتكلف البطارية حوالي $800 البطارية. قلت له ما العمل؟ قال لي لازم تجيبها عندنا مشان نعملها صدمة كهربائية. ومو أكيد تشتغل، بس يعني هو الأسلوب الوحيد لإعادة تشغيلها. إعادة تشغيلها. فاهم؟ أيوه. حتى بالكهرباء، آلات الكهربائية بدها صدمة كهربائية، فما بالك بالإنسان، وخاصة إنه العقل العربي يعني بطل يشتغل من 14 قرن يعني. بس أنا مش سامع صوتك أخي. انا نبينا، بس عم بتخيل الجسد العربي مثل الميت بده صدمات كهربائية حتى تعيشه من جديد. تمام. أيوه. بدي أبدأ. أنا بعثت لك السيناريو الأولي لكن أضفت عليه بعض الأمور. بدي أبدأ بالمقارنة ما بين اليهودية والإسلام في النظرة للأنبياء. التوراة تصف الأنبياء كما هم بكل معايبهم، بكل معايبهم، يعني ما تخبي لا كبيري ولا صغيري. إن عملوا خير بتذكروا، إذا عملوا شر بتذكره. فاهم علي؟ وبتبين يعني ليش الله غضب، يعني إن في الله ليه غضب على 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 الناس لأجل الخطايا، وبيذكر الخطايا. ونعطيكم مثال على أسلوب القرآن وأسلوب التوراة في سرد الخطايا أو الذنوب تاعون الأنبياء حتى نفهم الواقع كيف هو. في سورة صاد الآية 21 إلى 25 نقرأ ما يلي: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال داود يعني قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود
إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وأن له عندنا الزلفى وحسن الماء. شو الذنب؟ شو الذنب بتاع داود اللي استغفر له؟ وشو علاقة الناجي بداود؟ شو القصة؟ ليش انه بيكون فتنه؟ شو القصة؟ القرآن لا يذكر. فأنت علشان تفهم هاي الآية الآيات المختصرة لازم تروح على كتب التفسير اللي هي راحت للتوراة والنصوص اليهودية لفهمها. هنا باين علاقة القرآن بالتوراة، يعني من دون النصوص اليهودية مستحيل تفهم النص القرآني. هناك استحالة يعني لفهم النص القرآني من دون رجوع للكتب اليهودية اللي المفسرين رجعوا لها. وإذا انت رحت على طبعة العربية الكتاب التي تحملها مجانا ستجد تفصيل لهذه الآيات من نصوص التوراة. ذكرت النص التوراتي المتعلق بهذه الآيات حتى نفهمها. فأنا مش هقرأ كل النص، طبعات العربية هي مجانا تحملوها، ارجعوا لهذه الآيات، الآيات إذن 21 إلى 25 من سورة صاد. شو بتقول التوراة؟ هذا من سفر صموئيل الثاني في الفصلين 11 و12. بتقول القصة بالمختصر المفيد إنه الملك داود يوم خرج، إنه الملوك خرجوا إلى الحرب وأرسل داود يؤاب وضباطه معه كل إسرائيل، فأهلكوا بني عمون وحاصروا ربطة. الحصر يعني انه كان في معركه وبعث الجنود انهم يحاربوا، اوكي. اما هو داود فبقي في اورشليم في القدس. وكان عند المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فراى عن السطح امراه تستحم. كانت امراه جميله جدا، فارسل داود وسال عن المراه، فقيل له إنها بتشابع بنت أليعاب امرأة وريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذها فمالت إليه فضاجعها. يا السلام، هذا داود شافها، جيبوا ليها ابنيها، هو بكرب له لمحمد مع صفية ابن حاسله. وبعدين المرأة كتبت له: يا داود أنا حملت منك فضيحة بجلاجل مثل ما بكون أخواننا المصريين، هنعمل إيه؟ فشو كتب لرئيس الجيش: يا فلان الفلاني زوجها حطه في أول المعركة في أول الصفوف حتى يتم قتله. وفعلا قتل. وبتعطي الحال المرأة علمت أنه قتل، فرجعت إلى داود، قالت له لداود: أنا شو أعمل؟ قال له: مش مهم، تعالي مع عندي. فحطها مع ضمها إلى نسائه. فبطبيعة الحال هاي جريمة بكل المعايير. المرأة متزوجة جميلة والملك داود مناقصة نسوان، عنده نسوان الله. شو هذا يروح يتعدى على 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 مرض وحده، واحد من الجنود بدافع عن الوطن، تخونه بهذه الطريقه؟ غريب عجيب الامر من داود. فهذا في نبي عادت، كان هو اصلا فلاح، ناتان النبي ناتان قال له: روح عند داود وعذره، روح بهدله. فناتان هذا الفلاح الفقير حمل حاله راح عند داود، دق دق قال له: شو في؟ قال له، كان حكى له قصة. ناتان بيحكي لداود قصة. قال له: كان رجلان في إحدى المدن، أحدهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، والفقير لم يكن له غير نعجة وحيدة صغيرة، وقد اشتراها ورباها وكبرت معه ومع بنيه
تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتركض في حضنه. وكانت عنده كابنته. فنزل بالرجل الغني ضيف فظن أن يأخذ من غنمه وبقره ليهيئ للمسافر النازل به، فأخذ نعجة الرجل الفقير وذبحها. هذا الغني بدل ما يأخذ من واحد من النعجات للضيف تاعه راح أخذ نعجة الفقير وذبحها وغدى الضيف تاعه. لما سمع الخبر هذا داود قال اشتد غضب داود على الرجل وقال لناتان حي الرب إن الرجل الذي صنع هذا يستوجب الموت. عادل عادل بشكل رائع. يرد عوض النعجة أربعة جزاء إنه فعل هذا الأمر ولم يشفق. قال له هذا مش معقول داود إنجان. قال كيف الغني يأخذ نعجة الفقير ويذبحها؟ ما ينفع هيك، لا لازم يرجع له أربع نعجات. لازم يرجع. فنتان شو بقول له؟ أنت هو الرجل، هو أنت اللي عملت هيك، فهم علي؟ فداود فهم القصة إنه أهو. قال له قد ضربت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته امرأة لك وإياه قتلت بسيف بني عمون. فقال داود لناتان قد خطئت إلى الرب، تاب. فقال ناتان لداود إن الرب أيضا قد نقل خطيئتك عنك، يعني غفر لك، فلا تموت، ولكن إذ أنك بهذا الأمر أهنت الرب إهانة شديدة فالابن الذي يولد ولدك يموت موتا. وانصرف ناتان إلى بيته. فهمت؟ هاي القصة التوراتية. القرآن ذكر منها جزء وقال إنه ما ذكر القصة بالكامل، مش مفهومة. النص التوراتي القرآني مش مفهومة. فالمفسرون علشان يفهموا رجعوا لنص التوراة وللمفسرين اليهود وقالوا لهم هاي يا ناس معناها هيك هيك. فكثير من القصص اللي عن الأنبياء يعني ببرئهم القرآن ببرئهم. أما التوراة لا، تذكر الجرائم تعاونهم كما هي. ولهيك ما عندهم، مش عند اليهود الأنبياء لا عصمة لهم. يعني الأنبياء تصورهم كما هم، كما هم على الحقيقة. وفعلا إذا ترجع للتوراة تجد أنه أنبياء اليهود أكثرهم قتلة ومجرمين. حتى الكبير تاعهم موسى كليم الله اللي بسميه القرآن، لما نزل على الجبل مع الوصايا العشر وشاف شعبه بعبد العجل حمل السيف وقتل 3000 واحد بيوم واحد، ده مجرم حرب. فهم علي؟ هو القرآن وأخوال القرآن كلهم مجرمين حرب نبينا. هذا إحدى القصص. أما يعني لا تتصور القصص اللي القرآن تغاضى عنها. القرآن تغاضى عنها، هو بيعتبر الأنبياء أسوة حسنة. بتعرف حتى إبراهيم ابن الحلال كان عنده مرضه، راح على مصر. فلما راح على مصر قال لها يا مرتي انت جميلة، وهلا لما بيجي فرعون بشوفك بده يقتلني وياخذك، فشو تعملي؟ قال شو اعمل؟ قالت لي قولي له انه انا حقول له انه هاي بنتي، مثل هيك مو مرتي. فاخذ فرعون ونام معاها. نبينا هون في بصراحة في شغلة هون كتير، يعني انه الانبياء هدول بتلاقيهم يعني عندهم نسوانهم، ما في مشكلة انه يناموا مع فلان وعلان، وكلهم يعني الجنس اخذ حي الزراء كتير كبير من حياتهم. تمام. مثلا سليمان النبي
كان عنده 7000 مرة، 7000 مرة. القرآن ما بذكر هيك، أما التوراة بتذكرهم، بتذكرهم بتقول له وغاضب عليه. التوراة غاضب على سليمان ونبي، لكن القرآن طنش، طنش عن كل أخطاء الأنبياء واعتبرهم معصومين. المسلمين بيقولوا لا، أنتوا حورتوا، حرفتوا التوراة، أنتوا بتسبوا أنبياء الله. فهم علي القصة؟ التوراة اليهود بيقول لك هذا اللي عندنا، احنا ليش احنا نقعد نبين؟ يعني التوراة تبين لك الناس على حقيقتها. انا برايي نبينا، ما بعرف اذا رايي مقبول، القران ما طنش، ولكن لجهل محمد ما ذكر الاشياء مثل 7000 مره. مش معروف شو السبب من وراء هيك، ربما علشان ما يطعنوش فيه، لانه بيعتبر حاله نبي، فقالوا اذا نبي انبيائهم هم قالوا عنهم هيك وبكره حيقولوا عني، فافضل انا يعني بغطي عن اخطائهم، هيك بغطوا عني وانا بكون معصوم مثل انبيائهم. لانه هو بيقول اذا بديت اقول اغلاط انبيائهم حيبينوا لي اغلاطي، فافضل اطنش عن اغلاطهم، هيك ما بلوموني، وبعدين بحاول اكسبهم. يعني ما بقول لهم يا يهود انتم انبياءكم قتله، لا، هو حاول يعني يجذبهم، ما نفعت القصة وصار اللي صار. طيب القرآن بيقول لك بعدين إنه في آيتين أسوة حسنة، أسوة حسنة، كلمة أسوة حسنة جاءت 3 مرات في القرآن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، مو فقط إبراهيم، حتى اللي معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبعدين لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. هنا بيقول مثل ما إبراهيم بغض أهله، أنتوا لازم تبغضوا أهلكم، هذا معنى. يعني إبراهيم لازم تتمثلوا به، فهو أسوة حسنة. قوم قال له أنتم تعبدوا آلهة نتبرى منكم. أوكي. وفي آية أخرى بتقول حزب سورة الممتحنة وسورة الأحزاب بتقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني في 3 مرات القرآن بذكر الأنبياء إبراهيم ومن معه، وبذكر إنهم أسوة حسنة. وداعش ترفع شعار مكتوب عليه الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة، يعني نحن نأخذ أسوة بمحمد في إقامة الخلافة تاعته. بيقطعوا الرؤوس أسوة، بيغتصبوا النساء أسوة، بيسبوا النساء أسوة، بيدفعوا الناس جزية أسوة. فهم علي؟ فهم المثال تاعهم هو محمد، وكل ما عملوا محمد هو الصحيح، وإلا بعدين تتهموا إنه عمل وعمل كل اللي عمله. لأنه في النظرة الإسلامية ليس أنت الذي تحدد ما هو صالح وما هو غير صالح، هو الله. حتى لو الله قال لك اقتل أخوك، هذا منيح، اقتله. وهذا اللي صار، شفنا ناس قتلت أهله، يعني أمه كمان، ودبح واحد دبح أمه بالرقة. تعرف في قصة جميلة في سيرة ابن هشام، واثنين يهود إخوة، واحد يهودي قال له للثاني، قال له أنت صرت مسلم؟ قال له آه. قال له شو شفت كويس بهذا الدين؟ قال له إنه هذا لو أنه محمد أمرني أقتلك بقتلك. قال له بتعملها؟ قال له آه. قال له لقد آمنت به.
بالضبط بالضبط بالضبط. انا عجب من هذا الدين الحاصل أسوة حسنة. طيب الآن السؤال اللي يحدث في الدول العربية والإسلامية من إرهاب والدول الغربية من إرهاب، هذا سلسلة من سلاسل يعني طويلة عريضة، وأكيد لن تتوقف إلا إذا توقفنا في النظر إلى تلك الأسوة الحسنة. يعني هو النبي مثل مرآته، بيرسم صورته على صورة النبي تاعه، يا إبراهيم يا غيره يا غيراته. أنت لازم تكسر المراية وتعيش إنسانيتك، مو تنقل اللي النبي تاعك الحاصله. وبيطرح الآن السؤال، هل الإسلام دين سلام؟ هناك من يطرح السؤال، هل الإسلام دين سلام أم دين إجرام؟ والسؤال الآخر، هل محمد كان رحمة للعالمين أم نقمة للعالمين؟ هذول السؤالين يطرحون. الجواب على هذا، يجب أن نعرف إنه كل إنسان وكل ديانة وكل نظام عرضة للتغيير. يعني ما في إنسان بيبقى على حاله، ما في دين بيبقى على حاله، ما في نظام بيبقى على حاله، كل شيء عرضة للتغيير، ممكن للمنيح وممكن للعاطل. وكل واحد منا بمر بتجارب، واحد يكون صديق له يصبح عدوه، واحد يكون يفكره عدوه يصبح صديقه. الدنيا بتتحول، يعني واحد ممكن يكون منيح وبصير عاطل، وعاطل بصير منيح. وهناك قصة غريبة عجيبة تروى عن الرسام الشهير ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي هو اللي على اسمه مطار روما، وهو الرسام المخترع والفيلسوف، يعتبر من أكبر عباقرة التاريخ، أكبر عباقرة التاريخ في كل العصور. يعني ليس عندي تاريخ ميلاده، لكن رجل يعني كان قدير جدا، حتى تعرف أنه هو كان عنده رسومات للهليكوبتر. أظن ما أعرفش هو في القرن الثالث عشر ولا الرابع عشر، حتى مصور الدبابة. ركبوا طيارة دبابة حسب رسوماته. وهذا رجل غريب عجيب، إنه مثلا هو لكان يكتب، تعرف بالتلياني مثل بالفرنسي يكتب من اليسار إلى اليمين، مش هيك؟ هو كان يكتب من اليمين لليسار، من تحت الصفحة لفوق. واو مقلوبة. فيبدأ هيك ويطلع هيك وهيك. وأنا شفت المخطوطات تاعته. على ذكر الطيارة نبينا، على ذكر الطيارة الهليكوبتر، في عندي صورة إذا بتحب نشوفها كمان سوا. بعدين بنشوفها. بعدين بنشوفها. الحاصله كان ممكن أفرجيك اللي حتى رسوماته للطيارة كيف. يعني ده رجل غريب. هنشوف لك تاريخ ميلاده، لأنه مهم نعرف شو تاريخ ميلاده هذا الرجل، مشان نشوف إنه كان سابق لعصره. ليوناردو دافنشي، ثانية واحدة، ليوناردو دافنشي، أيوة ليوناردو دافنشي أهو تحت إيدي هنا. هو مواليد 1452، 1452 سابق عصره، يعني يعتبر من أكبر. والصورة الحلوة للسيدة المبتسمة فيه هي رسمته، وإله رسمة شهيرة بسموها العشاء الأخير. العشاء الأخير هي قصتها إيه؟ إنه المسيح حسب التقليد المسيحي آخر ليلة قبل ما يسلموه يحكموا عليه بالموت، جمع كل تلاميذه وعملهم عشاء الفصح وأكل معهم. فهو عمل رسمة جدارية كبيرة
مع المسيح مع 12 تلميذ بتاعه. فبدأ هو بياخذ موديل، راح فتش على الموديل واحد حلو حليوه وملامحه لطيفه، ورسم فيه المسيح. وبعدين كان لازم يرسم صوره يهوذا، يهوذا اللي خان المسيح، احد تلاميذ المسيح اللي خانه. فبده يبحث عن موديل، بده يبحث عن موديل ليهوذا. ظل فر لمده سنتين مشان يبحث عن يهوذا. بالاخير وجد واحد بالسجن، راح شافه بالسجن، يعني واحد معثر كل ملامح الجريمه بوجهه. قال له تعال تعال اقعد هون، بدي صورك، انت حتكون يهوذا. راح حطه على الكرسي هون وبدا يرسم بيه. بعدين هذا المجرم بيقول له يا ليوناردو، قال له شو؟ قال له تتذكر انه قبل سنتين كنت قاعد على نفس الكرسي؟ قال له شو؟ قال له طلع فيي منيح. قال له لا، شو القصة؟ انا قبل سنتين كنت قاعد قدامي نفس الكرسي. قال له قال له خبرني شو؟ قال له طلع بالرسمة تاعتك، اطلع. قال له اتفرج بالمسيح. قال له قال له انا كنت الموديل تاع المسيح. وهلا صرت تبع الشر. شفت علي؟ يعني هذه قصة تحكى عن 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 فينشي. لا حد يعرف ان كانت تاريخية ام لا، بس يعني لها تعبير، يعني معبرة جدا. وعلى فكرة ستالين، تتعرف شو كان بده يدرس ستالين بداية امره؟ بده يصير رجل دين. يا سلام، كان رجل دين. هاي معلومة جديدة علي، أنا ستالين إنه كان بده يدرس يصير رجل. ودرس لحد أظن واحد عمر 21 سنة رجل دين مشان يصير رجل دين أرثوذكسي، وبعدين صار اللي صار. هلا نشوف هتلر. مشكلة هتلر ده شخصية فريدة من نوعها. كثير من الناس بيجهل انه هتلر وهو من اصل يهودي، وفقا لبعض المصادر عاش حياة فقيرة في فيينا على معونات تمنحها الحكومة للأيتام وما تقدمه له والدته من دعم مالي. تذكر محمد وخديجة، فهمت علي؟ هنرجع له. إذن هتلر كان رجل فقير عايف حاله، وصاحبنا كان يعيش على معونات تاع الحكومة وعلى والدته، وكان يريد أن يصبح رساما، كان عايز يصير رسام، ولكن تم رفضه مرتين من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1907 و1908. فحاول أن يصبح مهندساً معمارياً، ولكن بسبب عدم إتمامه الدراسة فشل أيضاً في ذلك. وعندما توفت والدته من السرطان عاش على إعانة اليتامى إلى أن ورث أموالاً من إحدى عماته كان عنده فلوس ورثهم، وعاد للرسم، ولكن فشل وبدد كل أمواله، فعاش في مأوى للمشردين. طيب أنت تذكر محمد كان يتيم، احنا هنرجع له، وكان مشرد. القرآن بيذكر كنت يتيما، مش هيك؟ بيقول له طيب. ثم ورث من والده عام 1913، فانتقل من فيينا إلى مدينة ميونخ، حيث تم القبض عليه لتهربه من الخدمة العسكرية، ولكن أعفي منها لعدم لياقته البدنية. ثم التحق بنفسه بالجيش وخدم في معارك في فرنسا وبلجيكا، وحصل على وسامين تقدير من الجيش لشجاعته، ودخل مستشفى بعد إصابته بمرض الهستيريا. كان مصاب مرض الهستيريا، وفي تلك المرحلة أصبح مقتنعاً بأن سبب وجوده في الحياة
هو إنقاذ ألمانيا. محمد بده ينقذ العرب، نفس الشيء، أني أريد أن أجعلكم أمة تدفع لكم كل العالم الجزية، كان يقول محمد لقومه، فاهم علي؟ طيب، وأن عليه أن يبيد اليهود. محمد يقول لك أنه لحد آخر القيامة المسلم حيقتل اليهودي، يعني حتى الشيخ في القدس بيقول لك قضيتنا مع اليهود مو قضية فلسطين، حتى لو اليهود رجعوا كل فلسطين حنلازم نقاتلهم لحد ما تقوم القيامة. طيب، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى دخل السياسة وانضم إلى حزب العمل عمالي الألماني الذي يطلق عليه الحزب النازي، ثم ترقى حتى أصبح يلقب بلقب فيرر، أي القائد. لذلك الحزب وهو اللقب الذي بقي يحمله طيلة حياته، هايل هتلر، هايل فيرر، مرحبا أيها القائد. وقد حاول حزبه الانقلاب على الحكومة ففشل، وسجن عام 1923 ومنع حزبه، وخلال سجنه ألف كتابه الشهير كفاحي. هو في السجن كتب كتاب كفاحي. وبعد خروجه من السجن وإعادة تأهيل الحزب النازي الذي انبثق عنه جبهة المعارضة لهتلر، ولكن استطاع السيطرة على مركزه كرئيس الحزب، ولن نطيل في سرد حياته التي أهمها نشوب الحرب العالمية الثانية وارتكاب المجازر في حق اليهود وغيره. وخلال عام 1941 التقى هتلر بالمفتي أمين الحسيني الذي كان شديد الإعجاب بهتلر، والذي بدوره كان معجب بنظرية الجهاد لدى المسلمين. هتلر كان معجب بنظرية الجهاد تعاون المسلمين. وقد قام المفتي أمين الحسيني بمد هتلر بفرقة من المقاتلين المسلمين، يعني الحسيني ساند هتلر، فهم علي؟ ولكن هتلر كان يخشى انقلاب المسلمين عليه. وقد قاد هتلر بلاده لشن الحروب على الدول المجاورة لفرض سيطرته عليها، وانتهى الأمر بخسارة الألمان للحرب العالمية الثانية وتدميرها من قبل الدول التي عادها. هذه بالمختصر حياة هتلر. طيب، نعود لمحمد. المتتبع لسيرة محمد يجد أوجه شبه كبيرة بينه وبين هتلر، فهو مثل هتلر كان فقيرا ويعيش على معونة زوجته خديجة، ومثله كان مصابا بمرض الهستيريا التي قادته لحلم تخليص العرب والسيطرة على العالم، ومثله هاجر من مكة مسقط رأسه إلى المدينة. هذاك هاجر من فيينا إلى ألمانيا، هذا هاجر، نفس عملية الهجرة، أيوة، حيث فرض سيطرته عليها كما محمد فرض سيطرته على مدينة. هتلر فرض سيطرته هناك في ألمانيا، هو نمساوي أصلا هتلر، راح على المهاجر على ألمانيا وفرض سيطرته هناك. محمد كان من مكة، راح على المدينة وفرض سيطرته، نفس القصة. ومثله كان باغضا لليهود، ومثله وضع كتابه الذي يضاهي كتاب كفاحي، ومثله قام بغزو المناطق المجاورة وقوض حضاراتها، ومثله قام بإبادة اليهود، وعرف الإسلام الذي أسسه محمد توسعا كبيرا على إنقاذ الحضارات المجاورة التي هدمها وسلبها وسب نساء وقتل من يخالفنا، وأهمها إبادة قرابة 80 مليون هندوسي، لأنه في نظر الإسلام لا يتبعون دينا سماويا. عمليات إبادة مثل اللي قام فيها محمد، يعني قام فيها هتلر. واليوم تأتي الدولة الإسلامية داعش تحت نفس علم محمد لكي تستمر في تنفيذ حلم محمد في السيطرة على العالم. حتى بيقول لك انه محمد بيقول انتوا يا مسلمين يوم حتفتحوا روما،
لحد اليوم بيقولوا احنا هنفتح روما، وحتى في صفحة في الحوار المتمدن قال هذه محمد تنبأ بسقوط القسطنطينية وسقطت، وتنبأ بسقوط روما وستسقط. بيقول لك هيك بكل صراحة. طيب اليوم تأتي الدولة الإسلامية داعش تحت نفس علم محمد لكي تستمر في تنفيذ حلم محمد في السيطرة على العالم، مهددة واشنطن وموسكو وروما وباريس ولندن وبروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، تدميرها واحتلالها مثل ما فعل محمد مع حضارة فارس وغيرها. وكثيرة هي الحركات الإسلامية السنية والشيعية التي لا تخفي رغبتها في فرض السيطرة على كل دول العالم وإخضاعها بالقوة وفرض الجزية على أتباع الديانات السماوية وقتل من لا يدينون بدين سماوي وسلب نسائهم. داعش إذن هي تجسيد لمحمد المدينة، ويقود هذه الدولة رجل يحمل لقب الخليفة، أي خليفة النبي محمد، ويحمل علم النبي محمد، ويطبق التعاليم التي جاءت في القرآن الذي وضعه محمد. والآن أمام التهديد الذي تمثله داعش، بدأت الدول المعرضة للخطر حملة سوف تنتهي بهزيمة داعش، كالتي وقعت في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية تحت قيادة هتلر وتدمير المنطقة التي تسيطر عليها. قد يقود ذلك للقضاء على الإسلام ذاته كما تم القضاء على النازية. تفضل. نبينا، انا بصراحه هون في شغله يعني كثير بترتبط مع هتلر والحركه يعني تبع داعش، وكثير ناس حكوا انه ممكن تشتعل حرب عالميه. برايك هل من الممكن تصير حرب العالميه هي؟ تابع اذا نظرت حلقتي البارحه مع برنامج جسور التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، هذا ما قلنا به. أرجو جميع المستمعين اليوم أن يرجعوا لحلقة البارحة مع قناة جسور، وسترى المخاطر التي يتعرض عليها العالم. هل نعود للسؤال المطروح، هل الإسلام دين سلام أم دين إجرام؟ هل محمد جاء رحمة للعالمين أم نقمة للعالمين؟ ما سبق عرضه يفرض علينا التفريق بين الفترة الزمنية التي نتكلم عنها. في مثال الرسام الإيطالي دافنشي نجد نفسنا أمام نفس الشخص مع تغير فظيع. في الفترة الأولى كان شخصا صالحا إلى درجة أن الرسام استوحى منه شخص المسيح المسالم الوديع. أما في الفترة الثانية نفس الشخص تحت عوامل الزمن تحول إلى مجرم استوحى منه الرسام شخصية يهوذا الخائن. فأنت لما تقول لي الإسلام، أي إسلام تتكلم عن أي محمد؟ هل محمد الأول ولا محمد الثاني؟ لأنه عندنا هو نفس الشخصية بس تغير تماما، كما الشخص اللي كان موديل دافنشي تغير خلال سنتين، انقلب انقلاب تام. وفي مثال هتلر، مدة إقامة هتلر في فيينا كان فقيرا ومسالما، ولكن بعد هجرته إلى ميونخ ومروره بالسجن والعسكرية وقيادة الحزب النازي أصبح مجرما، قاد ألمانيا من كارثة إلى كارثة. ما حدش كان يقدر يتوقع إنه هتلر الفقير حيعمل اللي عمله. تم تغير تام. ما هو الحال مع محمد؟ عندما كان في مكة زوجا لخديجة يعيش من أموالها، كان رجلا صالحا متحنثا يلقب بالصادق الأمين، والصور المكية وكتب السيرة تبين ذلك بكل وضوح. فتقول سورة القلم في الآية الرابعة: وإنك على خلق عظيم. ارجع لقصة هذا الرسام الإيطالي،
اللي رسم واحد كموديل للسيد المسيح، الوداعة بالذات المثال الأخلاقي الأعلى والسيد المسيح حتى عند المسلمين. فيعني هذا الرجل كان في البداية جدا ممتاز، الفنان الكبير دافينشي ما شافش أحسن منه، ما شافش أحسن منه، ولا لو وجد أحسن منه لكان رسمه، شافوا أنه هذا أحسن واحد. فمثل القرآن وأنك على خلق عظيم، وتقول سورة الأنبياء الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكلا السورتين مكيتان، السورتين، السورة الأولى سورة القلم والسورة الثانية سورة الأنبياء هي سورة مكية، يعني بتتكلم عن محمد في بدايته. مثل الشاب الإيطالي اللي جسد السيد المسيح، كان بالبداية بالسنين بالأول كان ممتاز، ولكن بعد وفاة خديجة وهجرته من مكة إلى المدينة تغير محمد بالكامل، فأصبح مزواجا، رئيس عصابة صعاليك. ارجع لصندوق الإسلام عبد الصمد وبين علاقة محمد بالصعاليك تماما كما فعل محمد هتلر، أصبح غازيا سفاحا سالبا لأموال الغير وسابيا لنسائهم، كما تبين بوضوح الصور المدنية وكتب السيرة. واليوم داعش وأخواتها والإخوان المسلمون مسلمين وتعاليم الأزهر والحوزات الشيعية تتبع تعاليم محمد المدنية وقرآن المدينة المدينة، بينما تهمل محمد مكة وقرآن مكة. لا يعلمون في الأزهر قرآن مكة، يعلموا هم لأنه بيأخذوا القرآن كما انتهى إليه وليس كما بدأ. بالبداية كان رجل كويس، رجل الأمين، وبعدين قال لهم لا وأنتم صاغرون، بهددهم. طب إيه الخروج من الورطة؟ الخروج من الورطة على المسلمين التمسك بمحمد مكة الصادق الأمين زوج خديجة وبقرآن مكة، ونبذ محمد المدينة القائد العسكري المزواج السفاح السالب السابي وقرآن المدينة. يعني احنا ناخذ الموديل الأول ما ناخذش الموديل الثاني، لما القرآن بيقول لك إنه كان لكم في محمد أسوة حسنة، ده عن أي محمد تتكلم؟ محمد الأول ولا محمد الثاني؟ نبينا بصراحة يعني هو طرحك صحيح جدا، ولكن بالنسبة لي المحمدين نفس الشيء، لأنه محمد المدينة مكة كان يهدد بنار جهنم لأنه ما كان بإيده أدوات السيطرة. يعني نتغاضى عن هذا الأمر نوعا ما، نتغاضى عن هذا الأمر، بس هناك فعلا يعني الاختلاف ما بين قرآن مكة وقرآن المدينة والفرق بين السماء والأرض، علشان ما يقولوش انت عايز معادل لكل شيء. لا، احنا نقول لهم شوفوا يا ناس، تعرف اللي ذبح الكاهن في فرنسا امه بتدافع عنه، تعرف شو بتقول؟ انا لم اربي شيطانا. طبيعة الحال لما كان صغير كان لطيف وحباب، لكن لما كبر صار مجرم. كل أم تنظر لابنها إنه ملاك، لكن الملاك ممكن يتحول لشيطان، والشيطان بذاته كان ملاك أصلا ثم صار منبوذا. يعني تصور حتى في الدرجات العليا نقبلنا في الأمر هناك صار تغير شاسع. ويعني هذه خبرة إنسانية كل واحد ممكن يجربها. الآن ما هو القصد من ذلك؟ من كل الكلام ده، القصد من الكلام ده إنه مثل ما قلت لك نخرج من الورطة،
نرفع القدسية عن الأنبياء كما فعلت التوراة. التوراة رفعت القدسية عن الأنبياء. داود صورته كمجرم، والتوراة ذكرت كلام إجرامي عن صموئيل، وذكرت كلام إجرامي عن موسى. للأسف القرآن ببر كل الأنبياء، والمسلمين ببروا محمد. كل اللي عمله محمد صحيح ولازم تساوي مثله، فهم علي؟ وأنا أرى أنه ضرورة علماء النفس يحللوا الشخصية الأنبياء. علشان إيه؟ يعني إيه؟ انت تعرف المثل العربي اللي بيقول جاك يا بلوط من يعرفك؟ تعرف المثل؟ اكيد اكيد. احكيه ما دام بتعرفه، ولا مو فقط اكيد يلا. لا ما راح احكي لهنا، انا بدي احكي لك اياه. تفضل. انا بدي احكي لك اياه لانه هذا مظهر مثل مهم في الثقافة الفلاحية، ويذكر كثيرا في فلسطين. جاك يا بلوط مين يعرفك؟ في واحد كان يروح على السوق، ويبيع بلوط، بس ما يسميه بلوط، كان يسميه كستنة. فيبيع البلوط على أساس إنه كستنة، فالناس بدهم يأكلوا كستنة، يشوي البلوط ويبيعهم على أساس إنه كستنة. فيوم واحد بيعرف الكستنة الحقيقية، الفرق بين البلوط والكستنة فرق بين السماء والأرض. ما بتعرف إذا مرة شويت بلوط وإذا شويت كستنة، وذكرت الاثنين، هاي مرة هذيك حلوة، هاي طيبة وهذيك بيني وبينك ما بتتاكل، بس يعني إذا جعان بتاكلها. الحاصل فاللي صار إنه هذا بيعرفوا الكستنة، مر على هذا اللي بيبيع اللي بيقول كستنة للبيع، طلع فيش، قال له شو هذا يا سيدي؟ هذا مو كستنة. قال له ولا شو؟ قال له هذا بلوط. قال له كيف بلوط؟ هذا كستنة. قال له لا، هذا بلوط، بقول لك بلوط. قال له كيف؟ فرجيني الكستنة العاد. قال له خلاص بجيب لك كستنة. راح جاب له كستنة من المظبطة الحلوة، قال له هاي كستنة وهاي بلوط. فطلع المثل، قال جاك يا بلوط مين يعرفك؟ فالناس بطلوا يقولوا البلوط عنه كستنة، لأنه جاء واحد بيعرف شو هي الكستنة. بالضبط نبينا. فإحنا محتاجين لتحليل نفسي للأنبياء علشان نعرف إن كان بلوط ولا كستنة. أظن هاي أيام هاي أيام الكستنة، هي أيام الكستنة. خلاص عارف عليك. وحضرتك كاشف الكستنة بصراحة. بالتمام. هلأ لو نأخذ ابن خلدون، مش ما نأخذش شهادة مستشرقين، نأخذ ابن خلدون شو بيحكي عن الوحي عند محمد. نأخذ يعني تحليل نفسي، ابن خلدون بعطينا مفاتيح عن النبوة في الإسلام، وابن خلدون معروف. قالوا له كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. وقالت عائشة كان مما يعاني من التنزيل شدة، وقالت كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، كان يصب عرق. ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. في أحاديث أخرى كان يقول إنه كان أسنانه يدقوا مثل الجرس لما ينزل عليه الوحي. يعني لازم نحلل الشخصية المحمدية. هذه الظواهر ماذا يسميها؟ احنا
لن نذكر محمد، ناخذ شخص بحالته. بنروح عند محلل نفسي بنقول له يا اخي حللنا هذه الشخصيه من دون ما تذكر محمد، ماذا تقول عن شخص هذه الظاهره بتاعته؟ حيقول لك شو؟ مريض نفسي. بس ساعه ما تقول له تعرف انه هذا محمد بغير رايه اكيد، بقول لك لا هاي النبوه. فاهم علي؟ فيعني هم حالا بروح بدير القرص. نبينا صدقني انا كنت بلبنان ففي شخص متدين قاعدين سوا، فعم بيقول انه نبينا لما كان يجي محمد يعني لما كان يجي الوحي كان يرجف وهالاشياء هي والسخافات هي ويقع بالارض. انا كنت اطلع يعني شو عم تحكي انت، بتعرف انه هي اعراض امراض نفسيه امراض الصرع وهالاشياء هي يعني، وبياخذها عادي انه هذا الوحي. بالتمام. فيجب ان نرفع القدسيه عن الانبياء. انا عملت تحليل نفسي لابراهيم بذاته ابو الانبياء، لانه لازم تاخذ الكبير بيهم، هذا كبيرهم. هذا كبيرهم. طيب، فكتبت في كتابي عن الختان نص اقراه لك، لانه مهم، لانه قصه الختان هي بدايه الختان في العالم اللي بسببه ملايين الأطفال يتم ختانهم. طيب، إيه اللي صار صاحبنا إبراهيم قصته في الختان؟ ده قصة يعني غريبة عجيبة. ابن الحلال إنه قول قليلا ما يتم إخضاع الأنبياء للتحليل النفسي بسبب القدسية التي تحيط بهم. وقد نشر عبد الله كمال كتابا عنوانه التحليل النفسي للأنبياء، وهو كما يقول مؤلفه مجرد محاولة لقراءة قصص الأنبياء بطريقة مختلفة وبدون أي تشكيك في الحقائق العقيدية الثابتة والمؤكدة والمعروفة. وإذا ما قيمنا هذا الكتاب على ضوء ما كتبه الفيلسوف والطبيب الرازي أو ابن خلدون عن الوحي لرأينا أن كتابنا القدامى كانوا أكثر جرأة من كتابنا المعاصرين. وقد تكلم عبد الله كمال عن إبراهيم ولكن دون التعرض لقصة ختانه، لأنه قصة ختانه كارثية فعلا، تبين أنه صاحبنا ما كان سليم البتة. الحاصله وما زال الناس يعتقدون أن ختانه هو نتيجة أمر إلهي لا علاقة له بحالته النفسية، ونحن نرى ضرورة إجراء تحليل نفسي لهذه الحادثة التي أدت إلى بتر الملايين من الأطفال إذا ما أردنا الإقلاع عن هذه العادة. يعني لازم نفهم شو حالته للنبي محمد علشان نغير الحالة، ونعتمد في تحليلنا هذا على نص التوراة التي يتضمن تفاصيلا لا يذكرها القرآن. كان إبراهيم حسب التوراة يعاني من حياة عائلية مضطربة، فقد ترك أهله ورحل بعيدا عنهم، سفر التكوين فصل 12، وسلم زوجته سارة لفرعون ليمارس الجنس معها مدعيا أنها أخته حتى ينجو من القتل ويحسن فرعون إليه. التكوين الفصل 12، وكانت سارة عاقرا ولم يأتي منها إلا ولد في سن متأخرة، وكان يشعر مرارا بأن روحا يكلمه، فالروح الذي هو الذي أمره بترك أهله. فصل 12 تكوين، وختان نفسه ونسله وعبيده. فصل 17 تكوين، وطرد امرأته الثانية هاجر مع ابنها. فصل 21، وتقديم إسحاق ابنه محرقة. صفر 22، ولحسن الحظ تراجع الروح ذلك الروح المطلبي واكتفى بكبش بدلا منه. فصل 22، وقد توعد هذا الروح بتدمير صدوم، وعندما ظهر الروح ليطلب من إبراهيم تنفيذ أمر الختام
وقع إبراهيم على وجهه. فصل 17. وكان عمره حينئذ 99 سنة. طيب، وتقول رواية يهودية أن إبراهيم وجد نفسه مختونا بقرصة عقرب بعدما قام من وقعته، ولكن قد يكون وقوعه مغميا عليه بسبب قطعه غرفته قديمة، إلا أن يكون قد قطعها وهو في حالة الغيبوبة، وقد يكون ختانه بسبب شعوره بالذنب بسبب تصرفاته وعلاقاته المتوترة مع امرأته سارة. وبعد ختانه سارة عنده شعور بالاعتزاز لأنه سيكون عنده نسل وأرض كما وعد الروح الذي كان يكلم. وإذا ما حللنا هذه التصرفات على ضوء ما شرحنا، رأينا فيها عوارضا لمرض الفصام العقلي وهوس المبالغة. وقد يظن البعض أن عمر 99 سنة، عمر 99 سنة لم يكن ذو أهمية. إذن التوراة تحكي أن إبراهيم مات وعمره 175 سنة، إلا أن التوراة تقول أن إبراهيم كان عندما بشره الله بميلاد إسحاق شيخا طاعنا، يعني كان عجوز. وللعمر في تصرفات البشر أحكام لا تخفى على أحد، لا ينجو منها لا الفلاح الفقير ولا الملك القدير. علي في الرواية الإسلامية لختان إبراهيم قصة غريبة، إنه ربنا ظهر لإبراهيم عمره 88 سنة أو 120 سنة وقال له اختن نفسك. راح مسك القضيب بتاعه وحطه على خشبه، مسك فاس وقطعه فتألم. فالله قال له يا إبراهيم كان انتظر شوي عشان أخبرك كيف تقطعه. قال له يا رب ما حبش أخر أوامرك. اتصور المنظر. يعني هو قطعه كله ولا قطع نصه؟ لا توضح القصة. هو مسكه حطه على خشبي، حتى بقدوم بكل الرواية الإسلامية بقدوم، يعني تاع الخعب تاع النجار، في ناس بيقول بقدوم يعني قرية اسمها قدوم، لكن وحطه على خشب وتألم وقطعه. اتصور إبراهيم بهالحالة، هل هذا ممكن يعتبر أسوة حسنة؟ هنا القصة، هذه قصة. وممكن تقيس على هذه القصة قصص أخرى للأنبياء من جميع المشارق. على كل إحنا حنتوقف هنا، أخذنا ساعة بالتمام في هذا الموضوع، ونشوف إذا في أسئلة في صلب الموضوع نفكر فيها. أظن أكيد في أسئلة، بس قبل ما نبدأ الأسئلة، أنا كنت امبارح أظن شفت على قناة سأل كاتب فاتح باب النبوة نبينا سامي الذيب، فخطر لي هيك خاطر بصراحة نبينا، أنه محمد كان خاتم الأنبياء، لما لا يكون نبينا سامي الذيب هو فاتح الأنبياء؟ بس مو مش بالمعنى البالي بالك يعني. لا 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 عزيزي أنا فاتح باب النبوة، فاتح باب النبوة لأنه هو أغلق الباب وأنا بفتحها على مصراعيها، وكل واحد يحق له دخول. وعلى فكرة الحلقة الجاي إذا تريد نعمل حلقة عن دين جديد. أوكي تمام، دين جديد تمام، هذا متطلبات الدين الجديد اللي ممكن نتعامل معه. أوكي تمام. الحلقة القادمة يوم الأحد حيكون الدين الجديد الذي يبشر به النبي سامي الذيب. تمام. أنا أبشركم بدين جديد. نبينا معناتها لقينا شيء زاوية معك، شيء صحابي خلينا أو من الحوريين بتاعك يعني. أكيد لا بتوسط لك. ولو بشرنا بالجنة، خلينا نكون من العشرة المقربين لك يعني. بالتمام
بالتمام، لا بتوسط لكم ولا تهتموا. بس انا فاتح باب النبوة للجميع يعني، أكيد وحذفت واغلقت باب العصمة، اغلقت باب العصمة، لانه النبي بيعتبر حاله هو الوحيد الاخير وهو اللي قال كل شيء وما بغلط. لا انا بعتبر النبي بيخطأ وانه النبي الاخر حيكون افضل من السابق. بالضبط. كان يقول عندنا أستاذ إنه إذا كانت إذا لم يكن التلميذ أفضل من معلمه فلا تتقدم البشرية، بالضبط. يجب أن يأتي تلاميذ أفضل من المعلم تاعهم. هم لا، كلهم بدهم ينقلوا اللي عمله المعلم. لا يا أخي، المعلم ما عارف يعمل إلا بايسكل، نضل على البايسكل يسويها سيارة طيارة ما عارف شو. فهذا شغل التلاميذ مو المعلم، لانه المعلم ما كان عنده علم بغير شيء. فهي هي القصه، انه العصمه هي الحلقه القادمه اللي حنعملها مع جسور حول العصمه، مفهوم العصمه ومخاطرها على المجتمع. اما معك اخونا اخينا حنتكلم عن انشاء، ضروره انشاء دين جديد. ما هي المبادئ التي يجب أن يسري عليها هذا الدين الجديد؟ فهمت علي؟ هلأ إذا في أسئلة عندك أو عند غيرك نحاول نجيب عليها. أكيد أكيد. في هلأ فتحت السكايب أخي إذا اللي يحب. أكيد راح أفتح سكايب هلا حالا، بس خلينا نجاوب على، في الأخ رضوان عم بيقول ملاحظة، هناك حلقة رائعة في الموضوع الأستاذ حامد عبد الصمد، أرجو استضافتي في برنامجك. على كل حال حامد عبد، الاخ حامد عبد الصمد بعثنا له رساله واتمنى يتجاوب معنا يعني. برجع بسال الاخ رضوان بيقول لماذا يحب المسلمون هتلر؟ بتعرف انه هناك يعني رساله بعثها للسادات لهتلر. هو في يوم من الايام اعتبروا انه هتلر لم يمت، ونشرت الصحف المصرية رسالة من السادات إلى هتلر. كنت اطلعت عليها سابقا، لكن يجب أن أبحث عنها وأقرأها، وسأضع الرابط لهذه الرسالة تحت الحلقة تاعتك حال انتهى عندما حجدها. حنشوف شو قال السادات لهتلر، لأنه تعرف هذه الصورة يعني. أنا قرأت سابقا يعني قبل مدة قصيرة إنه نهاية السنة الدراسية في تونس التلاميذ وضعوا شعارين في ساحة المدرسة، الشعار الأول لداعش والثاني لهتلر. هذا خلال الأيام السابقة ظهرت الأمر، مع الصورة، حاطين الصورة. يعني هتلر لحد الآن لم يختفي من عقول الناس. وتعرف أكثر الكتب من المباعة في العالم العربي، بتعرف ما هو؟ كتاب هتلر. نكاحي. أصلي كفاحي. 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 فهم علي؟ فهو وأنا عندي هنا في مكتبتي كتاب تم ترجمته ونشره في سوريا، كتاب كفاحي أنا عندي إياه هنا في المكتبة، وصدر عن دار طلاس في دمشق، اشتريته من هناك. فهذا بحد ذاته يستحق دراسة. لماذا المسلمون ما زالوا؟ لأنه تعرف عدوي هو صديقي. ربما انت تعرف القصة انه باليهود بالاسلام ممنوع تصور الانبياء. هناك فيلم آلام المسيح لجيبسون، ما اعرفش اسمه تمام، كيف تم تعذيب السيد المسيح قبل موته. وانا كنت في القاهرة وكانت قاعة السينما مليئة بالناس تتفرج على الفيلم، رغم إنه في الإسلام ممنوع تصور
المسيح. حتى في القانون المصري مكتوب ممنوع تصور المسيح، يعني تعمل فيلم عنه. فسألوهم للناس، ليش يا ناس انتوا تحضروا فيلم رغم انه التعاليم الإسلامية تمنع تصوير المسيح؟ قالوا جاوبوا الناس، حنفرجي كيف اليهود ظلموا أنبياءنا. يعني هم بيستفيدوا منه سياسيا، بتغاضوا عن المنع التصوير علشان يغتنموا، مشان يتعدوا على اليهود، يعملوا مشكلة سياسية. ومو كان قصده، ربما ما أظن اللي عمل الفيلم كان قصده أنه يفسر بهذه الطريقة، لكن أهو هناك فقط دولتين في العالم العربي منعت دخول هذا الفيلم بالدول العربية، ولا الباقي يباع. وأنا كنت في المغرب زمانها، كنت مش ممكن تشتري على ديسك $2 الفيلم كامل في المغرب، كنت تشتريه في السوق، كنت ممكن تشتريه $2. يعني طلعت الحال هو منسوخ، بس يعني يباع رغم انه ممنوع في الشريعة الإسلامية. فهذه ظاهرة تستحق الدراسة، كيف ينظر المسلمون إلى هتلر. ياريت واحد متخصص بالتاريخ، يعني إذا استضفت يوما حامد عبد الصمد اسأله ما هي نظرة المسلمين لهتلر، والنقطة الثانية ما هي نظرة هتلر للإسلام ولا محمد، كيف كان هتلر يقيم محمد والقرآن والإسلام، وكيف المسلمون اليوم يقيمون هتلر وكتاب كفاحه. أنا لست متخصص بالتاريخ يعني، بس لا مانع أني أكتب في هذا الموضوع أو أعمل حلقة عنه، ولكن أرى أنه أفضل شخص في هذا المجال هو حامد عبد الصمد. وأنا بتمنى يعني الأستاذ حامد عبد الصمد يسمع صوتنا ويلبي نداءنا يعني. وإلا تطلب من أي شخص آخر، حتى لا أنا أخذ كل حلقاتك، يأخذ تخول واحد من المشاهدين ومن الأصدقاء إنه يعمل لنا دراسة تقدم في حلقة عن كيف ينظر المسلمون إلى هتلر وكيف يقاوم هتلر الإسلام. ليس للتهجم، لا، هي دراسة منطقية واقعية يعني اجتماعية. لماذا ما هو حنين المسلمين إلى هتلر، وهل هناك حنين؟ لماذا المدرسة في تونس رفعت علم هتلر في المدرسة اليوم وليس تحت حزب النهضة اليوم، علما أن تونس هي الدولة التي صدرت أكثر إرهابيين في العالم العربي، ربما بعد السعودية، إلى سوريا والعراق، يعني انكوت. فهذا يتطلب بحث طويل. فأنا ما أقدرش للأسف أجيب الآن عن سؤال صديقنا، لكن هذا يستحق حلقة خاصة معمقة، حتى لا أكون فقط يعني تطفل على المستمعين. تفضل. بكل تأكيد نبينا، بكل تأكيد. وهي كمان مثل دعوة، برجع أكرر الدعوة لأستاذنا حامد عبد الصمد أنه يساوي معنا حلقة ونفصل في موضوع حب المسلمين لهتلر وحب هتلر للمسلمين بالمقابل. وأنا أضع الرابط بعدين للصورة التونسية اللي بترفع هتلر، ولصورة أو نص رسالة السادات لهتلر كمساهمة مني للرد على هذا الجواب. ربما داخلها حنجد الرد على السؤال تاع صديقنا. تفضل. أكيد نبينا. طب معنا اتصال من الأخ جانو السباق دائما في اتصالاته. تفضل أخي جانو. تحياتي حبيبي جان ولنبينا سامي الديب وأستاذنا. مداخلتي هي يعني لما بيقول القرآن أو الحديث
من بدل دينه فاقتلوه أو جعل رزقي تحت ظل الرمح، أليس هذا دليلا واضحا على استبداد وديكتاتورية محمد لغير المسلمين؟ نعم نعم. وضح لك هنا قد يفيدك إذا تحب دراسة. إذا تقرأ فرنسي بيكون أفضل، بس هناك كتاب أظن صدر حتى اللي هي بالعربي، لا إكراه في الدين، عن آية لا إكراه الدين ماذا تعني حقيقة، وكتاب آخر صدر بالفرنسي ربما أترجمه، نظام الجزية في حسب القرآن وكتب التفسير. ونحن عملنا حلقة عن الاثنين أظن في برنامجك أخي سال، عن لا إكراه في الدين وعن الجزية. صحيح، حلقتين سوينا لا إكراه في الدين وعن الجزية، حلقتين سوينا بالتمام، وبينا فيها كيف وصل محمد إلى هذا الموقف. ولاحظنا أنه في البداية لم يكن هذا موقفه الأساسي، ممكن تقول لأنه كان ضعيف أوكي، لكن فعلا كان هناك اختلاف في المواقف. تفضل يا جانو. شكرا للتوضيح وشكرا للجواب، بس عندي هيك مزحة لنبينا سامي ديب. أنا راح أكون واحد من العشرة المبشرين بالجنة نبينا. نحن بدنا نكسرهم أخي، لأنه باب النبوة مفتوح، فكل الناس حيدخلوا، كلهم حيصيروا أنبياء، مو فقط مبشرين. هذول المبشرين درجة واطية، لا حسويهم كلهم أنبياء. أنا بدي أكون واحد من العشرة. لا عزيز، أنت واحد من ملايين الأنبياء. أفضل لك، شو بدك مبشر بالجنة؟ لا، احنا بدنا نرفع مقامك أخي. ليش تطلب مقامك؟ العشرة الأوائل. لا، أنت واحد من الأنبياء. من ولنبينا وبحبكم كثير. شكرا جانو، شكرا المحبة المتبادلة بكل تأكيد. في عندي أظن، طيب عم بيقول هاي هاو ار يو. بصراحة نبينا في عم تجيني كثير هاي بلوك لهالبيرسون، هذا في كثير تجينا هون على السكايب بدهم يسووا شات خاص يا جماعة هون. والله ما هو شيء، يعني نحن برنامج ما وليس بيت مثل جنة محمد. يعني على كل، خلينا نروح نشوف التعليقات في اليوتيوب. عم بيقول رضوان كمان، كلاهما أراد احتلال العالم، كلاهما أباد اليهود، كلاهما يدعو إلى طاعة قائد، كلاهما يرفض المعارضين. لازق الكلمات ببعض الأخ رضوان. كلاهما ارتكب المجازر، كلاهما عنصري ويدعو إلى التمييز. السؤال، هل يكفي مواجهة هذا الفكر بالفكر؟ تعرف أنا أرى يجب أن ترى عامل الخير بالإنسان، والإنسان لا نستعبطه ولا وأن لا يعني نقل من قيمته أو ننقص من مقدرته. وأنا أبقي على الأمل مع الجميع، لا أفرض رأيي، لكن أنا متأكد حتى في ناس أنا لم أسمعهم أبدا ولم يروني، هم يروني وهم كلامي ليس فيها غصب، لكن هذول الناس في منهم تحولوا ليس فقط بفضلي، لكن يجب أن نبقي على عامل الأمل مفتوح ونقابل الفكر بالفكر وليس بالسيف. لأنه السيد المسيح عنده كلمة خطيرة جدا بيقول، من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وأنا ضد تغيير رؤساء البلاد، أنا مع تغيير ما في الرؤوس، وتغيير ما في الرؤوس لا يتم بالسيف، الفكر هو بالفكر.
وعلى في على على هذه النقطة يجب أن أوضح شيء مهم، لأن مثل ما أنت بيجيك رسائل أخي بتقول عايزين شات معي، هناك كثير من الناس بيكتبوا لي أنا مستعد أتحداك نعمل نقاش معك. فأنا بقول لهم، أنا برد عليهم وبرد الآن، إني أنا أبدا لا أحاور متدين أبدا. ليش؟ لأني أنا بعتبر الإيمان هي تجربة شخصية، الإنسان يتفاعل مع نفسه. يعني أنا ما أقدرش أجبر واحد مكرسح يطلع الجبل، ظلم إله. واحد نفسه ضيق ما كلوش تروح ترمي حالك في البحيرة اسبح، أو ما عرفش واحد لا إيده إيدين ما عرفش إيه اللي تريده. يعني بعدين ما حبش أتحمل مسؤولية حد. أنا بقول أنا أبدي رأيي وأنت فكر بذاتك. والقرآن لما بقول إنك لا تهدي من تحب، هاي كلمة حقيقية. يعني أنت بتجيب واحد متدين عنده حيثياته، ربما وظيفته هيك وشغلته هيك، لأنه لو بالحد بفصله عن عمله، فمش معقول تقدر تقنعه. فأنت إلا إذا كان هو متحرر من كل شيء. وكيف بدك واحد عايش في مصر إنه يكون أزهري وبعدين يصير ملحد؟ أنا كل يوم تصلني رسالة بتقول لي أنا درست في الكلية الفلانية الإسلامية والآن أصبحت ملحد. ولكن لا يمكن أن نعلن عن ذلك. فإزاي يجي يحاورني أمام الجميع وهو بيقول شيء في ضميره وبالخارج بيقول شيء آخر؟ فأنا لا أريد أن أحمل الناس أقول لهم يا ناس اجهروا بإلحادكم حتى في السعودية، لأن هذول يقتلون. ومن جهة لا أريدهم أن يكونوا كذابين مع أنفسهم. في ناس مفكرين تحكي معهم بالخفة، أنا صدف لي بيقولوا لك شيء، لما بيكون بالعلن بيحكوا شيء متناقض تماما. فشو تحاور على أي أساس تحاور؟ أنا أبدي رأيي، وبعدين الإنسان بذاته يخلق بين نفسه ونفسه ويتأمل الأمور، وممكن يتقدم، ممكن يطلع الجبل لفوق، ممكن يصل لنصه. بس أنا أقول له لا، إلا تصل القمة بظلمه. فأنا بترك كل الإنسان كل من هو خبرته، هذا احترام الشخص، احترام للشخص. ولهيك يعني تقريبا يوميا بيجيني طلبات تحدي، دعنا نتحاور. انا كنت قال لي يعني تتهرب من المحاورات؟ قلت له لا، القصه انه اولا فالج لا تعالج، وثانيا انت لا تهدي من تشاء، وثالثا هذه خبره فرديه، لا يمكن انا ان افرض خبرتي الذاتيه على خبرتك على نفسك، وانا في وضع مستقل وانت لست في وضع مستقل. هلا تيجي تحاور، لنفرض انه بكره دعوني في جامعه القاهره استاذ جامعه، لو انه كل مبادئي صحيح، لو كل ما اقوله صحيح، ممكن هو يعلن الحاد؟ مستحيل. بس ربما على المائدة هنا يأكل كل بينه وبين كله كلام فارغ هذا الدين. هذا حدث فعلا معي. فيعني أتحاور على أي أساس؟ أعطي للإنسان تنفس، يتنفس بذاته ويرجع لنفسه. أنا لا أحب أفرض. وبعدين أنت هل بدك تغير دينك؟ هل أنا يعني رأيت مع صاحبنا العراقي يتحاور مع واحد أبو اللحية مثل هيك بالدين وعايزين يعملوا حوار آخر؟ أنا بقول هذا تضييع وقت. أنا استمعت لهم علشان أشوف الدوران واللف، وما في أشطر من الدوران واللف عند رجال الدين. هذول عندهم خبرة 14 قرن بالدوران واللف. الكذب عندهم مثل ما بتنفس. وبعدين متعودين على كل هذا، والشيوخهم ما بيعملوا إلا هيك. فتحاور على أي شيء؟ تضيع وقت. لا، هو بذاته، إذا هو
إذا الله بده يهدي، إن في الله بهدي. أما أنت تقعد تهدي مش ممكن. يعني القرآن هنا مصيب، إنك لا تهدي من تحب. نبينا بصراحة بشان هالموضوع هذا التحدي اللي يتحدون الحوار، نحن فتحنا برنامج الاتجاه المشاكس ونتحدى فيه المؤمنين أن يثبتوا أنه نبيهم أشرف نبي أشرف الخلق. بتمنى يتقدموا الشباب اللي عم ببعثوا لك على الخاص مثلا التحدي، يجوا لعنا يتحدونا يعني، أو تبعثوا لعنا نبينا. ما في مانع، بس أنا أبدا لن أقبل الدخول في محاورة مع رجل متدين أبدا، لأني أعرف إنه هذه مضيعة للوقت، وبعدين لن يكون فيها الصدق الكافي، وبعدين إزاي أنا أفرض رأيي عليه؟ أنا تجربتي خاصة بي تختلف عن تجربتك أخي سال، أخي جان وأخي سال وغيره وغيره، كل منه عنده تجربته. التجربة الروحية أو العقلية هذا يخضع لظروف مختلفة جدا، ما تقدرش تلبسها. يعني أنت عندك بدلتك تقول لي البس بدلتي؟ لا، أنت أضخم مني ما بنفع. أو مجوز واحد يكون رفيع تلبس بدلته ما بنفع. بتعرف في حدا واحد من الآلهة الميثولوجيا اليونانية، في قصة جميلة جدا، واحد من الآلهة كان فاتح أوتيل وعنده سرير، كله سرير نفس الطول، فاللي يجي عنده القصير يمده والطويل يقطعه لأنه لازم يدخل بالسرير ما في حل. هدول عايزين كلهم يدخلوا بنفس السرير، إذا أنت قصير يمدوك، وإذا أنت طويل يقطعوا لك جريك أو حاصك. هناك قصة حلوة، طلع أبو بكر البغدادي ده شاف واحد لابس حذاء هريان وأصابعين بينين من خارج الحذاء. قال له ما هذا يا سيدي؟ لأنه لطيف هذا البغدادي، قال له ما هذا يا سيدي؟ قال له والله الحذاء تاعي يعني هري وأصابع بينه. فشو راح قطع له أصابعه علشان ما يبينوش أصابعه خارج. لطيف كتير هذا البغدادي. فشكره الفقير على كرمه، بدل ما يحطي حذاء جديد راح قطع له أصابعه. فهنا المشكلة إنه هدول عايزينك مثل الإله اليوناني، هدول إذا أنت قصير يمدوك وإذا أنت طويل يقطعوك، إلا تكون على شكلتهم. أخي لا، كل منوع أنتوا تجربتوا، هذا رأيي، أنت حرين، تفضل. بكل تأكيد نبينا، في عنا سؤال من الأخ الشريف عم بيقول أريد أن أسأل نبينا، هل هناك شيء يسمى الاقتصاد الإسلامي؟ وإذا كان موجود ما هي صفاته؟ تفضل. أخي الفاضل، إحنا عملنا حلقة، اعذرني إني برجع لكم لحلقات أخرى حتى لا نكرر، لأنه حلقة حتى أظن من ساعتين مع صاحبنا البط الأسود حول البنوك الإسلامية، من ساعتين بالتمام. ممكن ترجع على لموقعي هناك أشرطتي، أو انظر إلى البط الأسود، البرنامج الحلقة المسمى البنوك الإسلامية، هي مدة ساعتين، وهذا أفيد لك مما إني أقعد أشرح لك بخمس دقائق. وإذا تفهم فرنسي ابعت لي الايميل او تكتب لي تحت، وانا كتبت مقال طويل عن هذا الموضوع وببعث لك اياه. وعلى فكره انا كنت رئيس لجنه امتحان للدكتوراه حول هذا الموضوع في احدى الجامعات الفرنسيه، نوعا ما اعرف هذا الموضوع، يعني ممكن افيدك. كمان بخمس دقائق مش هقدر ارد عليك بسرعه، فقط اشير لك على المواد اللي ممكن ترجع لها. تفضل. بكل تأكيد. في عنا كمان سؤال من الصحوة أويكنينج، عم تقول أو عم بيقول تحياتي لك نبينا الحبيب وتحياتي لك أخي جان، أريد أن أسأل النبي سامي الذيب، هل يوجد حد ردة في المسيحية؟
اللي حد الردة في المسيحية كان موجود كما في اليهودية، في اليهودية كما في المسيحية. في اليهودية حتى بيقول لك إذا مدينة ارتدت يجب أن تحرق كاملها. موسى بن ميمون في كتابه، أنا ذكرت هذا النص له، إنه اللي يرتدون مثل الردة، حتى البابا ذاته لما كان معلن العصمة البابوية، كان مصدر نصوص أظن 80 خطأ في السياسة وما أعرفش إيه، ومن بين الأخطاء الحرية الدينية. وإذا ما كانش يعني في السابق طبيعة الحال، أنت تعرف حتى الاختلاف في الرأي في مدينة جنيف ما بين كالفن وواحد طبيب ومفكر من أصل إسباني، أدى به إلى حرقه حيا في شوارع جنيف على أساس أنه مرتد. الكنيسة لم تعترف بحرية العقيدة إلا مؤخرا. كل الأديان ترفض حرية العقيدة. لم تأتي حرية العقيدة كاملة إلا بوثيقة حقوق الإنسان. إلا بوثيقة حقوق الإنسان، يعني لا نتهم الإسلام ولا نتهم غيره وغيراته، لا، كل الأديان تمانع. هي الأديان هي مثل السجن، مسموح تدخل ممنوع تطلع، لأنه السجان هو بعيش، إذا كل السجنة بيطلعوا برا وين بده يستلم هو معاشه؟ كيف شغلته صنعته يحرس السجن؟ إذا كل الناس يطلعوا من السجن هيقولوا له لا احنا نطردك من عملك. هو بعيش من السجنة، بعيش على السجن اللي داخله. حتى في حلب مثل هيك، الإرهابي بيقول، يعني الأخبار اللي جت بيقول لك إنه فتحوا لهم ممرات آمنة للخروج، صح ولا غلط ما بعرف. هدول الإرهابيين كلهم يا بتعيشوا معانا يا بتموتوا معانا، ما بنخليكم تطلعوا. الكنيسة نفس الشيء، واليهودية سبينوزا مغلبوا الله تاعته اليهود. يعني كل الأديان، نحن لا نتعدى على الإسلام بكلام غير صحيح، فنقول جميع الأديان عرفت حد الردة يا للأسف. وهذا بحد ذاته، يعني أنا عملت دراسات عن الردة في الإسلام، لكن تستحق إنه واحد، وعملنا حلقة حتى مع البط الأسود عن ذلك، استحق إنه نعمل المقارنة بين حد الردة في المسيحية واليهودية والإسلام. هذا ممكن حتى تجد بعض المقالات على الإنترنت، بس دراسة متعمقة يا للأسف لم أقوم بها حتى الآن، أو أعطيت بعض النقاط لها. لكن سؤالك مهم جدا، وإذا كان واحد من المستمعين يحب يعمل بحث في هذا المجال أو يقدم حلقة في هذا الموضوع، مقارنة بين اليهودية والمسيحية والإسلام في مجال الردة، تفضل. يا ريت. في عنا الأخ ديانا عم بتقول: لماذا لغة القرآن لغة بسيطة قياسا إلى لغة العصر الجاهلي بمفرداته اللغوية؟ ألف شكر نبينا. شوف، لغة القرآن، طبعة العربية للقرآن متوفرة مجانا، وداخلها فيها التحليل اللغوي للقرآن والمشاكل اللغوية والإنشائية. وهناك صفحة في الفيسبوك أخطاء القرآن اللغوية والإنشائية. مش معروف بالتمام كيف تم بلورة القرآن. هناك من يرى أنها ترجمة لنص سابق، أو على كل حال هي مأخوذة من نصوص سابقة تم ترجمتها إلى اللغة العربية. والمترجم بطبيعة الحال عندما تصيغ اللغة من ترجمة إلى ترجمة ليس كما لو تكتبها أصلاً. هذا. واللغة القرآنية ممكن تقول إنها هي لغة مبهمة، على الأقل 20% من آياته مبهمة. فالنصوص العربية، النصوص القديمة، حتى الشعر الجاهلي ليس سهل الفهم، ليس، أو حتى تقرأ بعض
كتب الجاحظ أو أبو العلاء المعري نصوصه ليس بالسهولة، لكن لن تجد فيها الأخطاء اللغوية والإنشائية التي تجدها في القرآن. على كل، احنا عملنا أظن 5 حلقات أو 6 حلقات في البطن الأسود على المشاكل اللغوية للقرآن، ممكن ترجع لها. تفضل. أكيد نبينا. في عندي سؤال من الأخ محمد فضل، وأظن يعني أنت امبارح سويت لقاء مع سال على قناة جسور، أظن السؤال موجود هنيك، بس راح أقرأ السؤال عليك وأنت لك الاختيار. عم بيقول: سلام أخ جان، سؤالي إلى ضيفك نبينا سامي دريب. الإسلاميين نجحوا في الوصول إلى الحكم عن طريق الديمقراطية في عدد من الدول، هل من الممكن أن يصل الإسلاميين إلى الحكم في الغرب كما وصلت النازية عن طريق الانتخابات؟ شوف، لنأخذ الوضع في مصر. هل الإسلاميين وصلوا إلى 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 الحكم عن طريق الصناديق وبالديمقراطية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه حتى كان واضح أنه هم كانوا خسرين الانتخابات، فقالوا، فهددوا وقالوا أنه في حالة أنه إحنا خسرنا إحنا حنملأ الشوارع دماء. وبين ليلة وضحاها تم تغيير نتائج الانتخابات تخوفا من أنهار الدماء اللي هم هددوا بيعملوها. لو إنهم فعلا هم يعني موافقين على الانتخابات، لكن مش ضروري كان ينتظروا فقط الانتخابات ويقبلوا فيها من دون تهديد انه يملأوا الشوارع دماء. يعني انا ما سمعت هنا في سويسرا في الانتخابات اللي يخسر يقول اذا احنا خسرنا بنملأ الشوارع دماء، معناته انت عايز تنجح غصب عنك. يعني بدي انجح، بقول لك بدي انجح، رضيت ولا ما، لا ما بينفعش. انت تعرف قصته لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر جو الامريكان قالوا له احنا عايزين نعرف نتائج التصويت في مصر، وخليك تستعجل في نعطيك معدات للحسابات، حساب المنتخبين. قال لهم لا، احنا عندنا بنعمل اسرع منكم. قال له كيف؟ احنا بنعرف النتيجه قبل التصويت. هذول الإخوان المسلمين كانوا عارفين النتيجة قبل التصويت، وهناك كثير من الصناديق اختفت. ما تصدق إنهم وصلوا عن طريق الانتخابات في مصر وفي الجزائر. في الجزائر هل هم بالتهديد اللي الناس قالوا لا أفضل نأخذهم؟ لنفرض إنهم صوتوا له، لم أتابع له، بس على كل، هو التصويت بحد حاله ما بيكفي، لازم تعد الناس. ولما تعد الناس لم تعطيهم حرية التفكير. إذا ما أعطيتهم حرية التفكير إيش معناتها؟ إذا أنت تهددهم. هناك مثلا المسلمين بيقول لك لا، إحنا بفرنسا 60% من الفرنسيين المسلمين عايزين تطبيق الشريعة الإسلامية. تصور لحد وين وصلت. بس هدول ما بيعطوش اي حريه تفكير. لو واحد بفكر في الاسلام ينتقد الاسلام، شو بصير النتيجه؟ ما في حل. هنا المشكله. يعني تقبل في الديمقراطيه اذا قبلت بكل مكوناتها وليس بجزءها. هم حتى بيقولوا انه الديمقراطيه استعملوها لكرسي علشان يطلعوا للحكم، وبعد ما وقعوا الكرسي السلم للوصول الى الحكم، وبعدين رموا السلم لانه مش حابين حد. كانوا يقولوا حتى احنا هنحكم البلد 80 سنة. طب اخي يعني بدك تصوت 80 سنه قبل؟ بين 4 سنين 5 سنين، كيف 80 سنه؟ على اي اساس؟ هو حاسبها من البدايه بده ينجح. لا عزيزي، على كل، بالغرب ماذا سيحدث؟ أنا أظن نحن مقبلين على حرب أهلية ضروس، سوف تفني الأخضر واليابس، إلا اللهم إذا المسلمين رجعوا لعقلهم، وإنه الغربيين
عرفوا ياخذوا الشجاعه الكافيه حتى يبطلوا المداهنه مع الاسلام، وهذا لمصلحه المسلمين ولمصلحه الغرب. اكتفي بهنا بتعليقي على هذا السؤال، تفضل. للاسف الشديد نبينا، ونتمنى ما يحصل، ولكن البوادر كلها. في عندي سؤال ثاني عم بيقول، رضوان عم بيقول، بس بدي، طيب خلينا، في عنده سؤالين بصراحة. هو عم بيقول unknown person، عم بيقول أريد أن أسأل الأستاذ سامي الديب. يا جماعة أرجوكم أرجوكم، الاسم النبي سامي الديب، ولن أرضى بأي اسم آخر. عم بيقول ضبطنا بينا، هذا موقفي يعني. حقك ولا شو؟ ما بقدر أخالفك. يعني محمد ليس أفضل من نبينا سامي الذيب بأي شيء، بالعكس. نبينا سامي الذيب على الأقل عنده أخلاق، عنده مبادئ، هذاك كان مجرم يعني، سموا هذاك نبي، ونبينا سامي الذيب صاحب العقل النير نسميه أستاذ، شو هالحكي هذا؟ في برنامجي هذا لن أقبل. المهم يقول، أريد أن أسأل نبينا سامي الذيب، لماذا كانت المجتمعات الإسلامية متقدمة سابقا؟ تفضل نبينا، آسف على اللفظ. هل كانت فعلا المجتمعات الإسلامية متقدمة سابقا؟ بالنسبة لمين؟ متقدمة لمين؟ لأي عصر؟ وبعدين من اللي إن كان هناك تقدم؟ العلماء الذين يسمون العلماء عند المسلمين تم كلهم تكفيرهم، وهم بطبيعة الحال هم ليس مسلمين. هل ممكن أن تسمي أبو بكر الرازي أكبر طبيب عربي، هو أصل إيراني، لا نظلم الإيرانيين، هل ممكن أن تسميه مسلم؟ هذا ظلم. هل ممكن تسمي الفارابي مسلم؟ هذا ظلم. كثير من علمائنا، العلماء العرب أو المسلمين أو غيره، هذول كانوا خارجين عن الدين وصاروا علماء غصب عن الفكر الديني. فيعني ما أعرفش كيف إحنا نسمي. وبعدين مين بني الحضارات هذول؟ هل لولا الإغريق ما صار الأمر؟ وبعدين مين ترجم كتب الإغريق؟ هم السريان. أمير رؤس ابن رشد الكبير اللي الغرب يعني بمدحه، هو كتب تفسير أرسطو، لكن لا بيفهم لا إغريقي ولا سرياني. هو استعمل ترجمات عربية كانوا فيها رهبان سريان. فيعني شو، كله بنوع صحيح، كل الحضارات هي تراكم، لكن هم قد يعني في مرحلة من المراحل كانوا متقدمين بفضل هؤلاء العلماء اللي خرجوا عن الإسلام، ولكن لا ننسى أنهم هدموا حضارات، لا ننسى أنهم هدموا حضارات أكثر من اللي بنوها، هدموا حضارات أكثر من اللي بنوها. ولو أنه لم يكن الإسلام، ربما كان الوضع في المجتمعات أعلى مما كان قد يصل له المسلمون. أنت تعرف قصته، صح ولا غلط، بس المصادر الإسلامية تذكرها، أنه لما وجدوا مكتبة الإسكندرية كتبوا لعمر قالوا له وجدنا مكتبة كبيرة، قال إن كان فيها يتفق مع القرآن لا حاجة لنا بها، وإن كان مخالفا للقرآن فلا حاجة لنا، فاحرقوها. وبتقول المصادر الإسلامية إنه الحمامات لمدة طويلة كانت تشتغل، تولعوا النار مشان يسخنوا المي على أساس هذه المخطوطات. لو ما اختفت هذه المخطوطات، لو الحضارة الفارسية لم تفنى من الوجود، كيف كان ممكن يكون الوضع أفضل بكثير مما أنه قد وصلوا عليه؟ هذه المشكلة. هل تسمي هاي حضارة اللي بتعملها داعش، بتهدم كل التماثيل والفن وغيراته؟ لا، تفضل. طيب نبينا، سؤال أخير ونختم الحلقة. في الأخ رضوان عم بيقول سؤال على الهامش، لا أفهم لماذا تدعون الأستاذ سامي الذيب بالنبي،
يعني بصراحة ما بعرف شو أرد عليه. أنا بدي أرد عليك. تفضل نبينا. أنا بدي أرد عليك. أولاً أنت مش مجبور تعترف بي نبي، فاهم علي؟ ولكن أنا بعتبرك نبي، وأنت مش مجبور تكون نبي. فإذا أنا بعجبني لقب نبي، أنت شو غضبان مني؟ أنت دافع لي فلوس؟ مش دافع لي فلوس، لما بتدفع لي فلوس بنناقش بالأمر، ما دام أنت مش دافع لي فلوس. وبعدين يعني مثل ما قال صاحبنا، إذا محمد نبي، ليش ما أنا ما أقول نبي؟ مثل ما كان يقول ما كان يقول غوار الطوشي، ما في حد أحسن من حد. بالضبط نبينا، بالضبط بالضبط ما في حد. في الساعة اللي أنتم بتقولوا فيها محمد ليس نبي، أتخلى عن لقبي. أتخلى عن لقبي. بس إذا مثل واحد كان كتب لي بيقول لي أنا عايز إنك تبعث رسالة للجميع الأعضاء عندك يصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان نهدي لمحمد مليارات صلى الله عليه وسلم. قلت لها طيب ليه ما يصلوا علي أنا؟ ليش لا؟ ليش أدعو لغيري وأنا أنسى حالي؟ الخير يبدأ بالذات وليس بالآخرين. خلي يصلي علينا اول شيء. انت لما يصلي علي صلي علي. اذا ما بصلي علي شو مجبور انا؟ ليش فيه؟ مش مجبور فيه. فارجع اقول انا فتحت باب النبوه للجميع، وكل واحد له حق النبوه. اذا عايز يصير نبي خير. احكي لك القصه، النبوه هاي القصه حلوه اخر حننتهي فيها. انا كنت في قطر، في قطر، أزور قطر. فيوم من الأيام عزموني ثلاث أساتذة، عميد كلية الشريعة، وأستاذ قانون مصري، وأستاذ تاريخ سوري. وقعدنا على الطاولة وفي في في مطعم. فصاحبنا المصري بدأ يمدح في الإسلام، يقول لك إنه مبادئ الإسلام المتسامحة أخذت منها الدستور الأمريكي. قلت له يا سلام، حلو جدا. بيقول لي ليش أنت ما بتصير مسلم؟ قلت له أنا عندي مشكلة يا أخي. قال لي شو مشكلتك؟ قلت له أنا بعتبر حالي نبي. قال لي لا، شو تصير نبي؟ لا، احنا نحمل السيف على كل من يدعي النبوة بعد محمد. قلت له ما قبل شوي كنت تقول متسامح، هلا بدك تقطع راسي؟ شو القصه تاعتك؟ قولوا غير، فاهم علي؟ قال لا ما بصير. قلت له بس بتعرف الافضل من هيك؟ قلت له شو؟ قال لي شو؟ قلت له بس انت كمان انت نبي. انت كمان نبي. قال لا 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 لا، شو بتوديني بداهيه؟ بتوديني بداهيه؟ لا لا ما بصير. النبي الوحيد آخر الأنبياء هو محمد. أستاذ كلية الشريعة شو بجاوبه؟ هو قطري حباب جدا. قال له يا أخي سامع، عايز يصير نبي، أنت زعلان ليش؟ خسران شي من جيبتك؟ مو خسران من جيبتك، هو معجب اللقب. عايز يسويك نبي، مش جابرك، مش عايز تصير نبي. خلي كل من حرية، عيش واترك الناس يعيشوا. فأنت صاحبنا، أنت نبي مش معجبك بلاش، أما أنا نبي ما تنكر علي لقبي، بس مش مجبور تسميني نبي. لا بس أنا بعتبر حالي نبي. نبينا أنت، نبينا وأنت فاتح الأنبياء، يعني أنا فاتح باب النبوة. أنا مش عايز أطلع في البداية تاعونك. روح أوسخ حالي فيهم ولا شو؟ صدقني نبينا ما بعرف ليش انا هيك، اول ما شفت فاتح باب النبوه سال كان كاتب عنده، جتني انه نبينا سامي الديب هو فاتح الانبياء. يعني ارجوك ارجوك خلي لك المهمه. نبينا انا بتشكرك كثير على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه، وعلى هالحلقه الرائعه بصراحه، والمحاضره الرائعه القيمه اللي اعطيتنا اياها، ونورت عقول بصراحه. انا بتمنى الناس تسمع وتوعى الكلام، لانه
وضعنا حرج بصراحه، لازم نفتح عقولنا، لازم نفتح عقولنا. نبينا انا بتشكرك كثير وفي انتظارك في الحلقه القادمه. عن الدين الجديد. بس ارجو جميع المستمعين انهم يوزعوا هذه الحلقه الاوسع قدر ممكن، لانه لا فائده لو احنا نمضي ساعه او ساعتين للنقاش ثم ما حد يسمع، ما فائده فيه. انا اشكر الاخ النبي جان انه بيساعد في توصيل صوتنا جميعا للجميع للتنوير، واجدد شكره لك والجميع اللي بيساعدوا في حلقتك. بتشكرك كثير نبينا، بتشكرك وبتمنى مثل ما قال اضم صوتي لصوتك نبينا. يا جماعه قد ما بتقدروا يعني وزعوا خصوصا حلقات نبينا سامي الذيب، لانه بصراحه كنز. يعني انا بتمنى يصل لاكبر عدد من الناس، لانه جد بجد نحن محتاجين لهكذا عقول، يعني حتى نتنور نفهم شو عم بيصير حوالينا. بشكرك نبينا وبشكركم أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء أخي الفاضل. لك السلامة.